وروحي وجهدي ووفائي. يا الوسود بمهجتي وروحي وجهدي ووفائي. ونسقي أرضك بالدماء أبديك يا أرض الأسود بمهجتي وروحي وجهدي ووفائي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، مشاهدي برامج الحق للأخوات، السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي وإياكم في حلقة جديدة من برامجنا التي بدأناها منذ الأسبوع الماضي تحت عنوان الحق للأحواز، لكي نكون متواصلين مع أبناء شعبنا وأبناء أمتنا العربية لنقل أهم وأجدد الأحداث على الساحة الوطنية الأحوازية. بالتأكيد هناك الكثير من القضايا والأمور التي يجب أن نتطرق إليها، أعتقد أن تكون هامة بالنسبة لأبناء شعبنا العربي الأحوازي ولأبناء أمتنا العربية. هناك موضوع جدا هام، طبعا هناك عدة محاور من الممكن قبل أن أدخل في المحور الأول، راح تكون هناك عدة محاور أحاول أن أتطرق عليهم. وأول محور اللي راح أطرق عليه محور موضوع محمد صادق الحسيني، هذا الرجل اللي في حقيقة الأمر مشهود ومعروف لأبناء شعبنا العربي الأحوازي في الوطن وفي المهجر بعمالته في الواقع للاحتلال الفارسي، بمواقفه المخزية وبالواقع أكاذيبه اللي معروفة للمتابع ليس فقط الأحوازي بل إنما حتى العرب. في تسجيل أخير له على طبعا بث على قناة العربية، تحدث وبشكل فظيع جدا عن الأحواز وعن القضية الأحوازية. هذا الرجل بصراحة يعني من المؤسف أن يوجد رجل بهذه الأوصاف بهذه الطريقة أن يتحدث عن شعب بأكمله بهذه مأساة صراحة، حيث أن شعبنا العربي الأحوازي أثبت على مدى ما يقارب التسع عقود الماضية أنه شعب متمسك بعروفته، متمسك بإصالته، متمسك بثقافته. طبعا هناك فخر لأبناء شعبنا العربي الأحوازي أنه رغم الحصار الأمني ورغم الحصار الثقافي ورقم التحكيم الإعلامي اللي فرضه الاحتلال الفارسي طيلة هاي التسعة عقود، بقى شعبنا صامد وبقى شعبنا متمسك بإصالته وبعروبته. الجميع يعلم أن للأحوازي وطن أهم شيء، كما أعتقد لكل بشر وكل موجود على الأرض أن وطن عنده أهم شيء، فللأحواز أيضا وطن أهم شيء، وهذا أثبتوه أبناء الأحواز على الساحة الأحوازية على الأرض، حيث
يعني اعتقد معروف جدا انه الاحواز شعبها اصبح شعب المشانق، لانه حتى على الساحة السياسية الإيرانية أكثر الإعدامات تنفذ بحق الأحوازيين اليوم. وبهذه المرحلة اللي نمر بها ما يقارب هناك أكثر من 20 مواطن أحوازي أسير ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحق. هؤلاء فقط اللي نعرفهم اللي نتابع أخبارهم ويعرف عنهم المواطن الأحوازي والنشطاء الأحوازي. نعم هناك في 20 أكثر من 20 أحوازي حكم عليه بالإعدام. طبعا هناك 5 من المواطنين الأحوازيين من أبناء الخلفية اللي أيد حكم الإعدام بحقهم المجلس الأعلى الجائر بالواقع للنظام المحتل الفارسي، حيث ممكن أن تنفذ بحقهم هذه الجريمة. فنقول لطارق الحسيني ومن لفة حوله ولفة لفة ومن سار على شاكلة أن الشعب العربي الأحوازي في حقيقة الأمر شعب لا يخاف الجور ولا يخاف الاحتلال ولا يخاف أسلحة الفرس، بل إنما متمسك بإيمان قوي وراسخ بأرضه وبعروبته وبأصالته، حيث هذه الأمور ما تهزه. تعود الشعب العربي الأحوازي منذ الأول للاحتلال لحد يومنا هذا بهذه الاتهامات، حيث يعني اتهم الاحتلال الفارسي حتى على زمن الملكي آنذاك اتهمهم بالبداية بالناصريين، وأصبح كل من أحوازي يعتقلونه مباشرة للإعدام بتهمة الناصريين. ومن ثم مرينا على دورة التهمة للبحثيين، والآن جاءت دورة الوهابية وغيرها من التهم. يعني عندنا تجربة كلش جيدة كأحوازيين عندما انتقل النشطاء الأحوازيين للساحة الدولية. أهم ما كان يخاف من عنده الاحتلال الفارسي أن تطرح القضية الأحوازية على الساحة الدولية، حيث فرض سجن كبير تحت عنوان الأحواز على الشعب الأحوازي طيلة ما يقارب 80 سنة، ولكن خلال 8 سنوات 10 سنوات الماضية وبعد أن يعني كثرة الهجرة الأحوازية خاصة النشطاء الأحوازيين اللي حملوا قضيتهم الوطنية على أكتافهم إلى المهجر، قدروا أن يطرحون القضية الأحوازية على الساحة الدولية. وبالواقع طرحهم لقضيتهم الوطنية الأحوازية على الساحة الدولية انفرضت القضية بشكل كبير، لأنه نشوف يعني هناك المؤسسات الدولية وما أعتقد في أهم من الأمم المتحدة على الساحة الدولية توجد. فنشوف السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث ويتطرق عن القضية الأحوازية، وبنفس التوقيت يتطرق ويتحدث عن الشباب الأحوازيين المحكومين بالإعدام. وأيضا إلى جانب ذلك يعني نشوف احنا السيد احمد شهيد المقرر الخاص بمجلس حقوق الانسان انه في الاجتماع الاخير لمجلس حقوق الانسان 22 جل اهتمام تقريره كان عن الاحوازيين 5 المحكومين بالاعدام من الخلفيه، وهذا يؤكد ما مدى اهميه تحرك النشطاء الاحوازيين، الأمر اللي أصبح يؤلم العنصريين الفرس ليس فقط اللي موجودين بالحكومة، لا بل إنما حتى المعارضين للنظام الحالي، لأن بعض من المعارضين للنظام الحالي صرحوا بكل صراحة إن إذا كان في تحرك للنشطاء الشعوب غير الفارسية، ومن أهم التحركات اللي ربما تؤثر على مستقبل ما تسمى إيران التحرك الأحوازيين، فإنهم سيصطفوا إلى النظام الحالي وسيقتلون بكل صراحة تكلموا فيها أنهم سيقتلون كل من يحاول أو يفكر بالتفكك ما تسمى إيران. في النهاية نقول للعنصريين الفرس ونقول للمدعو محمد صادق الحسيني أن كلامك حول هذا الموضوع فائت لأوانه.
وعلى العنصرين الفرس والنظام الفارسي الحالي أن يعي جيدا أن الشعب العربي الأحوازي عرف طريقة عند إيمان واثق بأنه سوف يأخذ حقه على أساس ما قيل في الماضي إن ما ضاع حق وراءه مطالب. فطالما هناك حق وطالما هناك مطالب وشعبنا العربي الأحوازي لن يتوقف ما توقف أبدا عن مطالبه بحقوقه وبأرضه باستغلال الأحواز، فبكل تأكيد راح يحصل على هذا الحق. ونقول لكل العنصريين ومنهم محمد صادق الحسيني أن أبغوا تكلموا هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة لن يهتم لها الحواليين أبدا. تعدوا من هذه المرحلة منذ زمن. وهناك نقطة جدا مهمة، إذا في كلامكم تتحدثون على أنه فقط الأحوازيين هم مجرد أعداد، فليش هذا الخوف من تحرك الأحوازيين؟ إذا كانوا مجرد أعداد ليس كثيرين، حيث تضعون هذا الاهتمام الكبير بالنسبة للحراك الأحوازي بالمهجر، وحديثكم عن هذا الموضوع أنه كيف يوجد هناك تحرك أحوازي. إذن تحرك الأحوازي مؤثر، وأصبح مؤثر جدا، حيث أصبح يؤلم الاحتلال الفارسي كثيرا. فحيا على العمل يا أحوازيين، فالنصر قادم لا محال إن شاء الله، وحياكم الله. نأخذ فاصل قصير ومن ثم أعود إليكم. شهرك ونخلق
نفسيك من أرض الطيبة نمحيك أريد شهرك ونغزيك من أرض الطيبة نمحيك ونكشف وجهك يا إيران نكشف وجهك يا إيران حوازي جدد نيسان حوازي جدد نيسان في بلجيكا وبالأوطان حوازي جدد نيسان في بلجيكا وبالأوطان نصرخ صرخة بوجه إيران ضد العائل والعدوان نصرخ صرخة بوجه إيران ضد العائل والعدوان ضد المحتل كنا نثور والقاع نسويها قبور ضد المحتل كنا نثور والقاع نسويها قبور وناخذ ثارك يا ريسان أحوازي جدد نيسان أحوازي جدد نيسان مشاهدي برامجنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتى إليكم في محور آخر طبعا يعلم جميع من مشاهدي هذه البرامج أنه إحنا نقترب من ذكرى الاحتلال الفارسي للأحرار ذكرى 88 وطبعا أيضا تعرفون جيدا أنه هناك ذكرى الانتفاضة الثامنة اللي كانت عام 2005 هاي الانتفاضة اللي صراحة كانت مفاجأة للاحتلال الفارسي باغتة الاحتلال حيث يعني شارك بها كل أبناء الأحواز في الوطن كل أحياء وقرى ومدن الأحواز لن تبقى لا قرية ولا مدينة ولا حي إلا ونهر وشارك هذه المظاهرات حيث يعني كانت بالواقع انتفاضة نوعية وأثرت على الوعي الوطني الأحوازي بشكل كبير ونشوف احنا يعني كل سنه من عام 2005 لحد اليوم حتى هاي السنه نوب الاحواز ابناء الاحواز يستذكرون هذه الانتفاضه ويحاولون ان يحيون هاي الانتفاضه بشكل او باخر. السنه ايضا طبعا هناك تشييد كبير لاحياء ذكرى الاحتلال وهناك عمل واسع موجود على الساحه الدوليه في المهجر وايضا على الساحة الوطنية داخل الأحواز الجريرة. فنشوف إحنا على الساحة الدولية هناك راح تكون يعني مسيرات ويعني مشاركات نشاطات مختلفة. أهم هاي المظاهرات اللي راح تكون مظاهرة 19 أبريل نيسان أمام البرلمان الأوروبي. هاي المظاهرة اللي أصبح الأحوازيين يقيمونها سنوياً. هي يعني صراحة أصبحت تحت عنوان تجديد العهد مع شهداء شعبنا ومع قضيتنا الوطنية الأحوازية. فنشوف إحنا يعني كل سنة كل عام بين 15 إلى 20 نيسان نحاول أن نحيي هذه المناسبتين مناسبة 15 نيسان ومناسبة ذكرى الاحتلال. ومن أهمية إحياء هذه ذكرى الاحتلال وكما يعلم الجميع بصراحة هي أن تبقى هذه الذكرى وتبقى هذا الألم الكبير بالواقع اللي يحبونه أبناء الأحواز طيلة هاي التسعة عقود الماضية أن يكون دائما في الذاكرة يستذكر أبناء شعبنا هذه المأساة أنه إحنا لازلنا تحت الاحتلال طالما هناك 20 نيسان موجود والاحتلال لن ينتهي فإحنا بالواقع نموفي مأساة لأن أرضنا وطننا هي تعامل الاحتلال تعاني من جور الظالمين الفرس اللي في الواقع عبثوا أرضنا بكل أشكاله وبكل أنواع نشوف إحنا يعني اليوم صراحة الفرس يتأملون اليوم طالبا ينهون كل العروبة داخل الأحواز وعملوا على هذا الشيء عملوا على تجفيف الأنهر الأحوازية عملوا على تدمير الزراعة داخل الأحواز النخيل بصراحة أصبح يعاني الأهوار الأحوازية اللي جفت بسبب جفاف الأنهار
ونشوف احنا يعني الاحواز يعاني من قله المياه، والمياه الاحوازيه تنتقل للداخل الفارسي للعمق الفارسي. وبنفس التوقيت يعني تغيير المعالم العربيه بكل اشكالها، لا يعني بعيدا عن طبعا معروفه للجميع تغيير اسماء المدن، ويعني منع المواطن الاحوازي من تسميه ابنائه، بالاضافه الى كل هذا الاجرام اضافه جريمه اضافت اي شيء على فاميل كل مواطن احوازي مثل فير ومثل زاده ومثل ما اعرف شنو من هذه الاضافات اللي تجعل فاميل تفريز في الواقع حتى القبائل العربيه الاحوازيه. طبعا بكل صراحه يعني نحشيها انه الفرس ما استطاعوا ان يذوبون الشعب العربي الاحوازي بثقافتهم، وما استطاعوا ان ينهون العروبه داخل الاحواز، وهذا اعتقد شاهد عليه كل انسان حر وكل انسان صاحب ضمير اللي يتابع القضيه الاحوازيه ويتابع النشطاء الاحوازيين اللي دائما يتكلمون عن القضيه الاحوازيه. وهاي السنه طبعا لحد الان كان في هناك دعوات واسعه خاصه على وسائل التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك ومنها تويتر، اللي اصبح النشطاء الاحوازيين يدعون باحياء ذكرى الاحتلال. هناك اخبار كثيره عندنا توصلنا من داخل الوطن انه طبعا احتفالات واسعه موجوده على كل مستوى الاحواز، كل احياء كل قرى كل مدن، لكن رغم هاي الاحتفالات اللي طبعا تعود عليها احسب الشعب العربي الاحوازي، واذكر نقطه كلش مهمه انه هي يعني كثره هاي الاحتفالات توحي لنقطه كلش مهمه وهي ازدياد الوعي الوطني عند الاحوازيين. دائما نتطرق على هذه النقطه انه بالماضي كان يعني عدد المحتفلين لربما قليل جدا لدى الاحوازيين، ولكن اليوم يعني ما نمر اسبوع او حتى ايام لربما انه ما يكون في هناك احتفالات، وهذا يوحي الى شيء جدا مهم وهو ازدياد الوعي الوطني. فكل ما سرنا للامام فكل ما قدمنا اسرى، وحتى اذا قدمنا شهداء فهناك ازدياد الوعي الوطني الاحوازي وراح يكون اكثر من هذا. فرغم هذا الحصار اللي موجود الامني ورغم هاي الاحتفالات الكثيره اللي موجوده تنفذها القوات الامنيه التابعه للاحتلال الفارسي، فنشوف احنا انه توصلنا اخبار كثيره عن رسم العلم الوطني الاحوازي، هناك من يخيط العلم الوطني الاحوازي، هناك من يوزع منشورات على الساحه الاحوازيه، كل هاي تصب في خانه واحده وهي دعوه الاحوازيين لاحياء ذكرى الاحتلال الفارسي على ارض الاحواز. التساؤل ممكن المشاهد يتساءل هل في هناك تجاوز من الاحوازيين؟ انا حسب متابعتي لمجريات الحدث داخل الاحواز المحتله انه نعم الحمد لله هناك في تجاوز كبير، والاحوازيين يحسبون ايام لوصول ذكرى الاحتلال حتى يجدون ان يحيون هذا اليوم بالشكل اللائق وبالطريقه الصحيحه. نعم كل واحد بطريقته، بالمظاهرات السلميه، برفع الاعلام، بكتابه الشعارات، كل واحد بطريقته بيقدر عليها. فهناك جهوزيه كبيره واسعه. طبعا هناك كانت اخبار نشرها المركز الاعلامي للثوره الاحوازيه على انه ابناء ابو حميضه كمثال جدا بسيط هم يعني بالليل الساعه 1 من الليل يحركون اطارات على الطريق الرئيسي ما بين الاحواز العاصمه والقفازيه، هو طريق خام جدا، يحركون اطارات يسكنون الطريق الساعه 1 من الليل. طبعا متدخل القوات الامنيه الايرانيه ولكن الحمد لله طبعا اللي قاموا بهذا العمل لم يكونوا متواجدين بالمكان، فما تستطيع احتقال اي واحد من الشباب. فهذا كل هاي الامور طبعا تدل على انه الاحوازيين جاهزين لاحياء هذه الذكرى. ما انسى انه ايضا اشير على موضوع انه راح تكون ايضا هناك ندوه في كندا بهذه المناسبه، ايضا ابناء الاحواز في كندا راح يحيون هذه المناسبه وهذه الذكرى، ذكرى سوداء طبعا هي، احنا نحن فرحانين بهذه الذكرى، ولكن هي مثل ما ذكرت في البدايه لان تكون ذاكره الاجيال الاحوازيه دائما، حتى اذا لا سمح الله طال الاحتلال وطالت ايام ولا نتامل ذلك، نتمنى انه سنه عن سنه يزول الاحتلال وان ابناء الاحواز يقدرون يحررون ارضهم ووطنهم، ولكن بالنهايه لا نعرف عن الغد شيء، فنقول اذا طال الاحتلال تكون الاجيال المقبله لشعبنا ولقضيتنا
واعية وصاحية حتى تقدر تطالب قضيتها ولا تنسى هذه القضية تبقى موجودة بالأذهان وبالأفكار. فنعم بكل تأكيد راح تكون هناك أحياء أيضا حسب الأخبار الموجودة راح تكون في مظاهرة كبيرة في أستراليا وراح تكون في مسيرة واسعة لأبناء الأحوال داخل أستراليا، راح تكون أمسيات مختلفة في أوروبا أيضا يحييها أبناء الأحوال، وهذا عمل جدا طبعا يحتاج إلى تحضير ويحتاج إلى جهودية كبيرة من أبناء الأحوال. أصر وبصراحة من كل أبناء الأحواز المشاركة والمؤازرة في هذه المناسبات اللي راح تقيم، ونترك الحساسيات بعيدا كل البعد، لأنه في النهاية جميعنا عندما نحضر ونشارك هي خدمة لقضيتنا وخدمة لوطننا، وهذا الوطن اللي يعاني، هذا الشعب اللي قاعد يعاني جراء الاحتلال الفارسي، هناك كوارث قاعد تحصل على الساحة الأحوازية، الإجرام الإيراني مستمر بكل أشكاله وبكل قوته لكي ينهي هذا الشعب وينهي هذه القضية. الحمد لله شعبنا مترابط على الأرض، متماسك على الأرض، فنحتاج أيضا إحنا اللي موجودين بالمهجر تماسك أكثر، حضور أوسع، وهذا الحراك رغم الغلة اللي موجودة ورغم ضعف الإمكانيات، ولكن مثل ما قاعدين يشوفون قاعدين يتخلون شخص مثل محمد صادق الحسيني يتكلم عن الأحوال، خلون مثل ياسر الخبيث أن يتحدث عن القضية الأحوازية، فخلون كل الساحة الفارسية تتحدث عن القضية الأحوازية. إذن ما يبقى لي أن أشكركم مشاهدينا الكرام من أبناء شعبنا العربي الأحوازي وأبناء أمتنا العربي الأحوازي على هذه المتابعة. ألتقي وياكم إن شاء الله في حلقة أخرى أسبوع المقبل، كنت معكم أنا أبو خلاص الأحوازي، حياكم الله جميعا. الشاشة عنف وغضب 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 وغضب. إني اخترتك يا وطني حبا وطواعية، إني اخترتك يا وطني سرا وعلى
هشاشة عنف وغضب 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 وغضب. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بمتابعين ومشاهدين برامج الحقل الاحواز. اخواني واخواتي في الاحواز المحتله، اخوكم ابو حمد الليله معاكم في هذا البرنامج. في نقطتين انا دائما اتذكرهن و يعني ملتزم بهاي النقطتين، وهن الالتزام بالعمل والايمان بالقضيه. سوف اشرح لكم مواضيع حول الايمان بالقضيه. بالبدايه، ايمان بالقضيه اخواني واخواتي وكل المناظرين الاحوازيين، كما تعرفون اذا كان المناظر الاحوازي لديه ايمان بقضيته سوف يتحدى كل المواضيع التي في العمل النضال يواجهن. والنقطة من عندهم هي اللي إذا كان لديه إيمان بقضيته وإيمان بوطنه وإيمان بشعبه وإيمان بأرضه التي محتلة وهي الأحواز الحبيبة، إذا كان لديه هذا الإيمان في هذه القضية ولديه إيمان كامل بأن الأحواز محتلة من قبل الفرس، سوف يتحدى كل المواضيع الموانع التي يواجهن في طريق النضال. واحدة من عندهم هي اللي لا سمح الله إذا اعتقل المناضل الأحوازي وسوف يواجه المحققين المخابرات في سجون الاحتلال في ميزانات المخابرات، وهو يقدر يقاومهم ويتحداهم ويستمر هناك، لأن اللي يدخل في زنزانات المخابرات حقيقة يواجه صعوبات جدا قاسية هناك، تعذيبات موجودة، تحقيقات مستمرة ليل ونهار. ولكن المناضل الأحوازي لما يكون عنده إيمان في قضيته سوف يتحدي كل هاي الصعوبات وهاي التعذيبات ويستمر في نضاله هناك في زنزانات المخابرات الإيرانية، ويمشي مع التحقيقات وهو صبور هناك. أهم شيء اللي يكون المناضل في زنزانات المخابرات لديه لازم يتحمل هاي الصعوبات، يتحمل التعذيب، يتحمل جميع الموانع والتعذيبات النفسية والجسدية والجسمية بفرض طريقة يقدر يتحملها، وهو يكون له صبر. إذا كان لديه صبر يعني لديه إيمان في القضية ويتحدى هذه المرحلة. ومرحلة السجون هم هكذا، يعني لما يدخل المناضل الأحوازي في السجون، في سجن كارو، في سجن سبكدار، هناك كثير مواضع أمامه، تحديات، صعوبات المعيشة، الجو السجن، التخلف الموجود في السجون من قبل السجانين أو السجين المتخلف، أو الحالة الاقتصادية التي عائلته يواجهن هناك في السجون، أو عائلته تواجهن أيام اعتقالة وهم مثلا في أصعب الظروف، لازم يزورون أسبوعيا نوبة ويجيبون له طعام أو يجيبون له مصاريف أو فلوس يدبون في حسابه. هاي هي نقطة الإنسان يقدر يتحداها. هذا المهم هي اللي يكون عنده إيمان بقضيته ويستمر في هذا الشيء، وعائلته نفس الحالة، عائلته ما يكون عندهم إيمان في قضيتهم ما ينسون أبنهم في السجون ويتحدون جميع هالمراحل التي مثلا يواجهونها من قبل السجان، من قبل المخابرات، من قبل حكومة الاحتلال. هناك أكيد هناك مواضيع موانع موجودة اتجاه هذا السجين. سجين لما يدخل هناك يواجه من سجان، يواجه المخابرات، يواجه العملاء الموجودين في السجون من قبل المخابرات الإيرانية التي يعني يحركون السجين الضعيف النفسي، يحركونه اتجاه المناضل الأحوازي كي يتعذب نفسيا، أو عائلته تتعذب هناك اقتصاديا، لأن المعيشة كما تعرفون في السجون الاحتلال الإيرانية ضعيفة جدا، المأكولات ضعيفة جدا، المناضل الأحوازي لازم يخرج من جيبه أو عائلته تخرج لها هذه المصاريف، ترسل له فلوس عن طريق السجن. وهاي هي موانع جاية من اتجاه المخابرات الإيرانية، يعني يضيقون على المناضل الأحوازي، يضيقون على السجين الأحوازي كي يواجه هذه الصعوبات ويتراجع عن قضيته. تراجع القضية يعني إنسان المناضل ما لديه الإيمان بقضيته،
لما يتراجع يعني لدين ما عنده إيمان، قال في هناك يعني في السجون لازم يكون لك إيمان، إذا كان لديك إيمان في قضيتك تتحدى جميع هالمراحل. يعني أنا واجهت هناك مع يعني خذيت لي فترة 4 سنين في سجون، في سجن كارون، وشاهدت هذين بعيني. يعني المناظر الأحوازي هناك، كل المناظرين الأحوازي لما يدخلون يدخلون في بإخلاص النية، لما يدخل السجن هو فرحان لأن جاء من أجل قضيته. الشهيد الأحوازي يعني المناظر الأحوازي لما ما يصدر عليه حكم الإعدام وهو فرح فرحان في هذا الشيء. يعني يوم من الأيام شهيد عبد الحسين الحريبي من مدينة الكورة معشور، أرسلوا وراء يعني أرسلوا له نداء بأن رئيس السجن كارون طالبك. لما دخل في سجن كارون مكتب الرئيس السجن كارون قال له يا سيد عبد الحسين الحريبي، أنت تعرف اليوم أنت كنت محكوم الإعدام وجالك اليوم تأييد حكم الإعدام من قبل ديوان القضاء الإيراني، يعني حكم الإعدام تأيد من قبل ديوان القضاء الإيراني، فماذا تشعر؟ سبحان الله، هذا الشخص أمام أنظار الموظفين الموجودين في مكتب رئيس السجن وأمام الآخرين والجنود سجد على الأرض وباس هذا الحكم الذي جاء له من طهران، وهو حكم الإعدام ماله، يعني حكم الشهادة. تعجبوا الموظفين هناك، استغربوا قالوا لماذا سجدت، لماذا شكرت ربك؟ قلهم أشكر ربي لأن جاني حكم الشهادة، وهذا ليس حكم الإعدام أو الموت، إحنا نعتبره حكم الشهادة، وأنا جاي هنا لما ما سلكت هذا الطريق سلكت من أجل الشهادة في طريق وطني، وطني محتلة من قبلكم أنتم، من قبل الفرس. وهذا يعني يدل على شنو يا أخوان؟ يدل على إيمان وإخلاص في النية في العمل، إيمان في قضيته. لما يكون لدي أهل الإيمان يتعدى جميع المراحل، يعني أعلى من مرحلة اللي الإنسان يواجه الموت أو يواجه حكم الإعدام ماله، هذه هو إيمان بقضيته. يا أخوان يا أحوازين يا مناظرين أحوازين، لما تدخلون في السجون لديكم لازم يكون عندكم إيمان في قضيتكم. إذا كان لديك إيمان بقضيتك يا مناظر الأحوازي تتعدى جميع هالمراحل، أسهل ما يكون لك تقدر تقابل المحقق أو تقدر يمرن عليك الأيام وأنت فرحان لأن هناك أنت في السجن جاي من أجل قضية، والقضية لابد من أن يكون لها تضحية. مشاهدينا الأعزاء خلونا نأخذ فاصل ومن ثم نرجع لكم. مو كل من ركب على الشجرة خيال خيال، والله مو كل من لبس العقال، مو كل من ركب على الشجرة خيال خيال، والله مو كل من لبس العقال مو كل من ركب على الشجرة خيال خيال، والله مو كل من لبس العقال هيبة، الفخر الفخر للشال صخرة صخرة وبدمع جمال محجال، والله وطرد وطرد من قاع كناس كناس الغريب، وكل من ركب على شجرة خيال، والله مو كل من لبس العقال، الفقر للشال صخرة صخرة وبيده محجال محجال. يا شباب الحميدية يا شباب عنده الفقر للشال صخرة وبيده محجال محجال. أرجو من الشباب رجان هذه الأغاني شوية ارجع لورا، رجان الشباب شوية ارجع لورا. الله
اجد معاه والله مشتوفه بيد الاجنبي والحرة خانة. الله اكبر يا عرب طب وثنايا مشتوفة بيد الاجنبي والحرة خانة. الله اكبر الله اكبر يا عرب طب وثنايا وداسوا على عيون المجدود حد وعدانا. آه ألف آه يهل المجد آه مشتوفة بيد الأجنبي والعرة مخان. نرحب متابعين ومشاهدين برامج الحق للأحواز. نعم مشاهدينا الفاضل كنا نتكلم حول الإيمان في القضية. لما يكون الإنسان أو المناضل الأحوازي يملك هذه الإيمان وهو إن شاء الله مالك كل المناضلين الأحوازيين مالكين هذه القوة ومالكين هذه الإيمان في قضيتهم هم يملكون هذه. لأن إنسان الأحوازي أو المناضل الأحوازي يدرك بأن الأرض محتلة وقانع وواصل إلى هذه القناعة بأن الأحواز عربية وأرض عربية ووطن عربي وأرض محتلة من قبل الحكومة الاحتلال الإيرانية. خلاص هذا الشيء يدل على إنسان الأحوازي عنده إيمان في قضيته. يبقى هناك النضال، طريقة النضال، طريقة الصعوبات التي يواجهن في النضال. ممكن يعتقل، ممكن أن يستشهد، ممكن أن في عملية يستشهد، ممكن أن يعتقل وينحبس إلى مثلا مؤبد أو يصدر عليه حكم الإعدام. هنا إذا ما كان لديه إيمان هذا المناضل لا سمح الله، وأنا إن شاء الله خاطئ في هذا الشيء، كل مناضلين الأحوازين يملكون إيمانهم في القضية ويدركون هذا الشيء لديهم هذا الشيء، وأحسن ما يكون لديهم يعني هذا الإيمان في قضيتهم وإيمان في وطنهم وأرضهم وشعبهم وهويتهم وكرامتهم. لدى كل المناضلين الأحوازيين موجود هذا الشيء لا شك فيه، ولكن هناك أكون نقاط. النقطة الأولى هي الصبر، الصبر في النضال، صبر في العمل. شهيد محمد علي الساري الله يرحمه يا ما اجى في سجن قارون، احنا كنا قبل داخلين في سجن السفيدات، سجن قارون حفر. لما دخل هناك كنا يعني نمارس العمل، نمارس تعليم اللغة من قبل الشهيد محمد علي كان يدرسنا اللغة الإنجليزية. يوم من الأيام ودى ورا الشهيد محمد علي وقالوا له مديرة السجن رايدته. لما ذهب بعد ما رجع علينا، فاحنا فهمنا بأن راح يتنفذ عليه الحكم. من بعد يومين رجع الشهيد محمد علي وقال تأجل الحكم إلى أيام معدودة. قلنا له لماذا يعني أنت فرحان؟ ممكن الحكم يتكنسل خلاص وانكسر حكم الإعدام من عندك. قال لا يا أبو حمزة، الحكم يتكنسل لأيام معدودة، لأسبوع أو أسبوعين. وهكذا كان، ومن بعد أسبوعين مرة ثانية ذهب. ولكن حين اللي رجع مرة الأولى من تنفيذ حكم الإعدام شاهدنا الشهيد محمد علي وهو ملتزم بعمله، ملتزم بدراسته، ملتزم بصلاته، ملتزم بقراءة الكتب. احد الاخوه قال له يا ابو جاسم يا كيف تشعر وانت بعد اسبوعين راح تنحدم او كنت جاي من حبل المشنقه وانت اليوم ملتزم بالعمل مره ثانيه، ملتزم بالدراسه ولا ان كانه ما صار اي شيء. قال له اذا ما املك ايمان في قضيتي ما اتعدى هذه المراحل. انا جاي هنا من اجل الاحواز، من اجل ارض الاحواز، من اجل شعب الاحواز. هذه ما اجابتني هنا، وانا اليوم فارح بان يكون لي شهادة. إذا أنا ما أستشهد وغير ما يستشهد ما تكون تضحية للأحواز، الأحواز ما تتحرك. إذن شهيد محمد علي يعرف مسير النهائية هو الشهادة، ولكن التزم بعمله، التزم بمواعيده في السجن قارون، بدراسته، بصلاته، بكل المواضيع التزم بهن حتى آخر يوم. هذه يا أخوان التزام بالعمل، يقول الله التزام بالعمل. هم نفس الحالة هم يريد صبر هنا سجن قارون أو كل السجن أو المخابرات الإيرانية، سجون المخابرات الإيرانية لابد أن المناضل يمتلك هذا الصبر. إذا يقدر يمتلك هذا الصبر وهو إنسان مناضل وإن شاء الله صبور، يتحدى جميع هذه المراحل وهو مرفوع رأسه ويدخل السجن ويخرج من السجن ومرة ثانية يرجع يناضل من أجل قضيته. نعم أخواني وأخواتي،
هذا لازم، هاي النقطتين لازم يعني يتخذونهم باهتمام الجد، ودائما الانسان الاحواز لازم ياخذ هاي النقطتين باهتمام الجد، لان اذا يريد يناضل لازم يملك الايمان بالقضيه، واذا كان لديه ايمان بالقضيه لازم يلتزم بالعمل، وهذا كله يفيد الصبر يا اخواني واخواتي يا مناضلين احوازين. الله الله بالايمان بالقضيه، الله الله بالالتزام بالعمل الوطني. مع تحياتي لكم اخوكم ابو حمزه الاحوازي. وروحي وجهدي ووفائي.